السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا كويسين وتكون المحاضرة الأولانية مشيت معاكم. احنا المرة اللي فاتت نفتكر مع بعض كنا خدنا الـ Atomic Emission Spectroscopy. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض. وهناخد الاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي. كنت كاتبه لكم المره اللي فاتت ان احنا هناخد اللي هو الفلورسنس سبكتروسكوبي، بس انا يعني تخفيفا عليكم وخلاص استغنيت عنه. هنعمل بس هنضيف مكانه اللي هو جزء ككومباريزون ما بين اللي هي الاتوميك اميشن سبكتروسكوبي والاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي. فهنبدا مع بعض ان شاء الله في المحاضره الثانيه والاخيره ونشوف الجزء هيمشي معانا ازاي. طيب هنيجي نشوف نكمل مع بعض. فهنقول اللي هي الايه الجزء الثاني بتاع النهارده الاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي، وبنختصره بالAAS. فالبرنسبل بيعتمد ان هو عادي اناليتيكال تكنيك زي الاسبكتروفوتومتري او اللي هو مثلا الاتوميك اميشن سبكتروسكوبي اللي خدناه المره اللي فاتت، ان هو بيعتمد ان هو عايز يعين التركيز بتاع الماده. الماده عندنا ايه المره دي؟ اللي هي الاليمنتس، تمام. طيب بس بيعتمد على ايه؟ المره اللي فاتت احنا اعتمدنا على الاميشن اللي خرج من عندي بعد ما حصل للمادة excitation. المرة دي لا، هيعتمد على absorption of light. absorption of light، تمام. طب ازاي؟ احنا تعالوا كده نفتكر المرة اللي فاتت كان ايه اللي بيحصل معانا. كانت المادة بيحصل لها ان هي بتبقى لما بتتعرض للفليم بيحصل لها اللي هي الايفابوريشن وفولاتيلايزيشن واتومايزيشن، وبعد كده بيحصل لها اكزايتيشن بعد ما بتوصل اللي هي للايه للحاله بتاعت الاكزايتد ستيت دي. بتبقى عايزه طبعا ان هي بتبقى انستيبل، فبتبقى عايزه ترجع للجراوند ستيت مره تانية. فعشان ترجع بتبتدي يحصل لها ميت لايت، يعني بتفقد اللي هي الطاقه دي. واحنا بقى بنقيسها في الوضع ده في اللي هي الايه ان هي وهي راجعه للجراوند ستيت، يبقى هي وهي في حاله الاكزايتيشن، يعني اللي يبقى انا بقيس الاميتد لايت اللي الضوء المنبعث بعد ما حصل للماده اكزايتيشن. المره دي لا، انا هقيس قبل بقى ما توصل لمرحله الاكزايتيشن. يبقى انا هقيس في الايه كاني في الجراوند ستيت، صح كده؟ بس بعتمد علشان يدخل في جزء الاتوميك ابزوربشن، يبقى هعتمد ان انا برضو هحول المادة عندي لصورة ايه؟ لصورة اتوم. والاتوم دي هي اللي هيبقى كده كأن حولتها لجازيس ستيت، تمام؟ فالجراوند ستيت دي اللي هي الاتوم اللي في الجراوند ستيت في حالة الجازيس ستيت دي هي اللي انا هقيسها لما تيجي تمتص اللي هي الايه؟ الـ UV light أو الـ visible light حسب المادة بتاعتي. وبعد كده هشوف إن هي بقى إيه المقدار الامتصاص اللي عملته ده مع versus الـ إيه versus الـ concentration. يبقى أنا عندي المرة دي هعين المادة في صورة إيه؟ في الـ ground state وهي في الـ gaseous state. يعني أنا هحول برضو المادة عندي الأتوم. يبقى هي فكرة إن أنا سواء في الـ atomic emission أو في الـ atomic absorption، إن أنا في الحالتين بتتحول المادة عندي الـ solution ده مثلا للأتوم للـ atomization، إن هو يبقى في صورة أتوم، برجعه تاني في صورة أتوم. أنا زي المثال اللي ضربناه المرة اللي فاتت كان بتاع الصوديوم كلورايد، أنا حولت الصوديوم كلورايد ده إن أنا بعد ما عملت له في الاول حصل له اللي هي الايفابوريشن وبعد كده الفولاتيلايزيشن وبعد كده الاتومايزيشن. الاتومايزيشن ان هو بقي اللي هو الصوديوم بس في الايه اللي هو موجود عندي كصوره اتوم، تمام. بعد كده رحت انا لما عملت له اكزايتيشن وجيت رحت قست الاميتد لايت اللي هو طلع منه. المره دي بقى انا هحوله الاتوم بس من غير ما قبل ما يوصل بقى لمرحله الاكزايتيشن دي، ان انا هبتدي اقيس هو امتص قد ايه من الضوء، تمام. طيب يبقى انا عندي اللي هي الاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي بيقول ان هي كوانتيفايز ذا ابزوربشن اوف جراوند ستيت اتومز ان ذا جازيوس ستيت، تمام. بعد كده ان ايه اللي بيحصل؟ ان الاتوم بتعمل ابزوربشن للالترا فايلوت او الفيزيبل لايت، وبعد كده بيحصل لها ترانزيشن تو هاير الكترونيك انرجي ليفل.
The analyte concentration is determined from the amount of absorption. أنا بقى بعين المادة في بقياس اللي هي الكمية الطاقة اللي امتصت. تمام؟ طيب الـ concentration measurements ده بنعمله بعد ما بنعمل الـ calibration curve ما بين الـ concentration versus اللي هي الـ absorbed light ده. ومنها ببتدي أعين اللي هي الايه unknown sample اللي أنا مش عارفاها. طيب بنستخدم التكنيك ده في ايه؟ بنستخدمه عامة في اللي هي هو common جدا في الـ detection بتاعة الـ metals and metalloids in environmental samples. يعني أنا مثلا say إن أنا عندي اللي هو water analysis، إن أنا هعمل اللي عايزة أعمل determination مثلا للليد للكبر لأي حاجة موجودة في المية. هو ده أشهر تكنيك إن أنا أستخدمه علشان أعمل determination للايه للميتالز اللي هي متوقع أو الإليمنتس اللي هي متوقعة إن هي تبقى موجودة عندي في المية. طيب هنتكلم دلوقتي على اللي هو الايه الانسترومنتيشن كومبوننتس بتاعة الأتوميك أبزوربشن سبكتروسكوبي. المرة اللي فاتت هنقارن ما بينهم في الشكل وما بين الكومبوننتس بتاعتهم، فهنلاقي ان احنا المرة اللي فاتت كنا مسمينه فليم فوتومتري اللي هو الاتوميك اميشن. كان فليم فوتومتري ليه؟ لان كان اول حاجة بندخل نتكلم عليها هو الفليم، وكان هو محط النظر بالنسبة لنا كله، لان هو كان هو اللي بيعمل الاربع مراحل زي ما قلنا اللي هو الايفابوريشن والفولاتيليزيشن والاتومايزيشن والإكزايتيشن كمان. لكن هنا هنلاقي ان احنا ضاف علينا حاجة ما كانتش موجودة المرة اللي فاتت. ايه هي؟ هي اللايت سورس. اللايت سورس عندنا هنا بنسميه الهولو كاثود لامب. هو طبعا في انواع تاني لكن انا اللي مختاراه النهاردة اللي هو الكومون هو الهولو كاثود لامب. تمام؟ طيب يبقى ده اول حاجة كانت معانا مش موجودة المرة اللي فاتت، ما كانش فيه لايت سورس. فده أول component. تاني component اللي هو الأتوم سيل، سواء اللي هي بنقسمها الأتومايزر ونيبولايزر، دي اللي هي بيحصل فيها إيه بقى اللي هي الجزء بتاع الفليم، يعتبر اللي هو بيحصل فيها الفولاتيليزيشن والإيفابوريشن والأتومايزيشن بس، وبيقف عند النقطة دي لأن جزء الإكزايتيشن اللي بيعمله هو اللايت سورس مش الفليم. ده تاني اختلاف معانا. طيب بعد كده بيدخل برضو الجزء اللي هو كل الويف لينس اللي طالع على المونوكروميتور علشان يعمل اللي هو الاكسكلوجن لكل الويف لينسز اللي احنا مش عايزينها، ويختار اللي هو الويف لينس الاساسي اللي هو بتاع الميتال الخاص بالميتال بتاعي. وبعد كده بيدخله على الديتكتور علشان نعمل اللي هي العلاقة ما بين الكونسنتريشن والابزوربانس هنا في الاتوميك ابزوربشن. والمرة اللي فاتت كنا بنعمل ما بين اللي هو الاميتد لايت مع الكونسنتريشن. لو جينا نشوف الجهاز الفعلي هنلاقي هنا دول أربعة هولو كاثود لامب. هي يعني طبعا هي ساعات احنا بنشتغل بواحد لان هو زي ما احنا قلنا ان احنا المفروض بنستخدم لمبة لكل ميتال، وطبعا ده من الديس ادفانتج بتاعته، يعني ان هو مش مفيش حاجة يونيفرسال. هي لا، هي اللمبة يعني هم حتى دلوقتي بيبتدوا ان هم يعملوا ان هي حتى تقيس اتنين يعني تو ميتالز. تمام؟ فدي عندي هنا اللي هي الهولو كاثود لامب. هنا السامبل بتاعتي بتدخل بالكابيلري تيوب. تمام؟ بتدخل هنا تعمل ميكسينج بحيث ان هو مع البيرنر وال مع والاكسيدانت بتاعي فيتولد اللي هو الفليم زي ما انتم شايفينه ده اللي هو لونه ازرق. طبعا احنا قلنا ان كل اليمنت ليه الشكل بتاع اللهب بتاعه بيبقى خاص بيه. زي مثلا عندنا الصوديوم بيبقى جولدن يلو، نوع شكل الفليم بتاعي او الضوء اللي خارج من الفليم بتاعي، فهي بتختلف حسب نوع الميتال. فأي مكان ادي عندي يبقى ادي اللامبس. تمام؟ اللي هي الهولو كاثود لامبس. وهنا عندي السامبل بتدخل وادي الفليم، ويبتدي ان هم يتجمعوا هنا تتقابل مع اللي هي اللايت اللي طالع من اللمبة ده، ايه عشان يحصل لها اللي هي الايه الاكسايتيشن. تمام؟ هنا حصل لها اللي هي في الفليم، هنا حصل لها الاتومايزيشن. يبقى انا عندي الكومبوننتس اللايت سورس،
تمام، اللي هو بنسميه اللي هو الاكسايتيشن سورس، اللي هو هنا الهولو كاثود لامب. بعد كده بيدخل على الاتوم سيل اللي هي النيبولايزر والاتومايزر، سواء اللي هو هنتكلم عن الانواع بتاعته سواء فليم او الفيرنانس. بعد كده اللي هو المونوكروميتور، وفي الاخر يدخل على الديتكتور او اللي هي الريد اوت ديفايس. طيب هنيجي نتكلم على أهم حاجة عندي النهاردة، هي المختلفة عن المرة اللي فاتت، اللي هو اللايت سورس. هنبص مع بعض هنلاقي ان هو اللمبة بتاعتي بيبقى شكلها ايه. هي بتبقى كوارتز ويندو كده، تمام. الكوارتز ويندو دي بتبقى فيها مليانة بإنرت جاز، بيكون اللي هو نيون أو أرجون، وبعد كده بيبقى فيها أنود وكاثود. الأنود ده بيكون اللي هو التنجستين أنود، نشوفه هنا أحسن بالقريب، اللي هو الخط الرفيع ده عندي، ده الأنود. والكاثود هو الأنبوبة المجوفة دي، تمام، هي الكاثود. ونسبة إن هي مجوفة يعني هي هنا دي كده هتلاقوها إن هي فيها التجويف ده، فبنسمي كل اللمبة بتاعتنا بالهولو كاثود، لأن الكاثود هو الأساس في اللمبة. ليه؟ لأن هو اللي بنصنعه حسب نوع الميتال اللي احنا عايزين نقيسه. بمعنى ايه؟ ان انا عايزة عندي عينة مية فيها ليد، يبقى انا بدام فيها ليد يبقى انا المفروض اجيب لمبة الكاثود بتاعها مصنوع من الليد. طيب عايزة اقيس مثلا زنك، يبقى انا هجيب اللمبة الكاثود بتاعها زنك، وهكذا. يبقى كل ميتال عندي بيحتاج لمبة الكاثود بتاعها مصنوع من نفس المادة اللي هي الاليمنت اللي انا عايزة اقيسه، خلاص. طبعا ده اللي بيدي الديس ادفانتج بتاعة الطريقة دي، لان انت متخيل ان اللمبة دي غالية، تمام، وانت عايز لكل ميتال عندك لمبة، فطبعا ده شيء مكلف جدا. طيب يبقى انا عندي، نرجع تاني للكومبوننتس بتاعتها، يبقى انا عندي اللي هي اللايت سورس ده بيتكون من هولو كاثود لامب، او اللي هو الهولو كاثود لامب ده اللي بنستخدمه، بيكون فيه كونتين تنجستن انود وهولو كاثود سرينديكال كاثود ميد اوف اليمنت تو بي ديترمايند. بعد كده عندي اللي هي الجلاس تيوب دي، الازاز دي بيكون مليانه بالانرت جاز سواء نيون او ارجون، وقلنا ان each element has its own unique lamp، ان انت كل element ليها اللمبة المخصوصة بتاعتها which must be used for that analysis. طيب تعالوا نشوف كده بقى هي بتشتغل ازاي والفكرة بتاعت عملها. فبيقول لي ان انت عندك هنا ان اول حاجة بتعمل application لpotential difference، انت عندك انود وكاثود فهتعمل فرق جهد. طيب اول بقى ما بعمل القصة دي هيحصل ايه؟ هيحصل ان انت عندك، في احنا قلنا ان هي بتتكون من انود وكاثود وفي انرت جاز، صح كده؟ طيب ادي الانود عندي، وادي الكاثود اللي هو الهولو كاثود ده اللي عامل زي الشوكة ده اللي هو مجوف، وفي عندي الانرت جاز. اول ما بيحصل فرق الجهد يروح يحصل ايه؟ يحصل ايونيزيشن للفيلر جاز، تبتدي النيون ده او الارجون ان هو يحصل له ايه؟ يحصل له ايونيزيشن، تمام. طيب تمام، طيب بعد كده بعد ما حصل له الايونيزيشن يحصل ايه؟ يحصل ان الايونيزد جاز ده يعمل حاجه اسمها سبيترنج او سبوترنج فور كاثود اليمنت، يبتدي يعمل خط يعني كده يخبط الجازيس ايونز دي، تعمل بومبارمنت اللي هي ايه، تعمل تخبط كده على الكاثود. ليه؟ طيب علشان تعمل ايجكشن للميتال اتومز. يعني وليكن انا عندي مثلا اللمبه دي بتاعه كبر، تبتدي بعد ما النيون ده مثلا اللي هو الانرت جاز حصل له اللي هو الايونيزيشن، فيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يخبط كده، يعمل اللي هو بومبارمنت اللي هو يخبط جامد على الكاثود بحيث ان هو يطلع الكبر اللي موجود فيه، خلاص. طيب جاست ان طلع الكبر عندي يحصل اكسايتيشن ليه، يحصل اكسايتيشن لمين؟ للكبر اللي هو موجود جوه اللمبه، انا ما بتكلمش خالص دلوقتي على السامبل، تمام. بعد كده بعد ما حصل عملية الإكسايتيشن للكاثود إليمنت دي
يحصل عملية الاميشن ويطلع عندي اللي هو الايه. طيب يبقى اللايت ده هو اللي انا بستخدمه بعد كده زي ما احنا هنشوف اوضح في الفيديو ده. ايه اللي بيحصل معايا هنا؟ اول حاجة ده الشكل بتاع الجهاز الاساسي اللي بيبقى موجود عندنا في المعمل، هو هياخدنا كده ان هو في جولة جواه. اللي بيحصل ان انا عندي هنا ده الهولو كاثود لامب، تمام؟ ففيها ادي اللي هو الانود وده الكاثود. الكاثود هنا ده كله زي ما احنا شايفين كبر، فاللي بيحصل لها دلوقتي هي حصل للمرحلة اللي هي بتاعت بعد ما حصل الايونيزيشن للنيون مثلا او الغاز الخامل اللي موجود، حصل اكزايتيشن للكبر اللي هو موجود هنا، وبعد كده في مرحلة الاميشن حصل ان هو طلع اللايت، تمام؟ هنا ادي السامبل طبعا هتبقى كبر، لان احنا اتفقنا ان السامبل لازم تبقى زي اللي هو الايه، زي المادة الكاثود اللي هي مصنوعة منها اللمبة بتاعتي، تمام؟ فادي الاميتد لايت اللي طلع من اللي هو نتيجة الاكزايتيشن بتاعت الكبر بتاعت الكاثود هيقابل مين في اللي هي في البلازما اللي هنا دي، اللي هي بعد ما حصل اللي هو الفليم اللي هنا اللي موجود، هيطلع الكبر اللي موجود عندي في صورة اتوم، تمام؟ هيقابل اللي هو اللايت ده. هيحصل ايه بقى؟ هيحصل absorption، هيبتدي اهو دلوقتي الكبر زي ما انتوا شايفين كده ده في مرحلة ان هو بايه اتوم، فهيبتدي ان هو يخبط في الايه، في اللي هي في اللايت اللي هو ظاهر عندي، فهيبتدي يمتصه لان هو ده بتاعه، هو متعرف عليه كويس، فيبتدي ان هي ادي كده كل الضوء كل ما يجي يمر باللي هي بالكبر ده اللي هي في حالة الاتوم، يبتدي ان هو يحصل له ايه، يحصل له المنط ان هو يبقى اكزايتد، تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده، لو احنا عندنا مثلا ادي هنا ذره كده عدت ان هي فيها الفرج، ادي ما حصل لهاش اي اكزايتيشن، هو ما تعرفش عليها، بالنسبه له هو ما يعرفهاش، يبقى الضوء اللي هو بتتعرف عليه نفس الماده اللي هي بتاعت السامبل نفسها. يبتدي بعد ما خلص المرحلة دي يدخل عندي على الديتكتور ويحصل له الديترمينيشن، فبيقى عندي يجي نرسم كاليبريشن كيرف ما بين اللي هو الابزوربانس وما بين الكونسنتريشن بتاعت السامبل اللي موجودة عندي، تمام كده؟ يبقى هنا ده هنا اللي موجود عندي المفروض الاتومايزر على اساس ان هو بيطلع الفريم اللي موجود هنا وبيقابل اللايت اللي جاي من الكاثود الهولو كاثود لامب، وبعد كده يحصل له اللي هي ايه، يمتص اللي هو المقدار الطاقه بتاعه ويبتدي ترجمه لي الديتكتور، وبعمله انا الكاليبريشن كيرف ما بين اللي هو الابزوربانس وما بين الكونسنتريشنز المختلفه بتاعه السامبل. طيب بعد كده نيجي تاني جزء موجود عندي اللي هو النيبولايزر. النيبولايزر ده ان احنا بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه ان هو suck up the liquid samples at controller rate، تمام؟ create fine aerosol spray for introduction to the flame. بعد كده ان هو mix aerosol, fuel and oxidant thoroughly for introduction into flame. واحدة واحدة كده احنا هنمثلها على الرسم. اول حاجة بيقول لي ان انت النيبولايزر ده بنستخدمه في ايه؟ ان هو بيسحب، بيعمل سحب للليكويد بتاع السامبل ده في كنترولر ريت. يعني ايه؟ يعني بيبتدي ان هو يسحب لي السامبل دي في الكابيلري تيوب اللي موجودة دي، ويبتدي يدخلها لي اللي هو الايه النيبولايزر. يبقى انا النيبولايزر ده في موجود فيه اللي هي الكابيلري تيوب بتعمل سحب للسامبل بتاعتي، طيب تمام. بعد كده بيعمل ايريسول سبراي. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على القصة دي، قلنا النيبولايزر دي عاملة زي اللي هي الجزء اللي انت بتضغط عليه في الازازة بتاعت البرفان، فبتبتدي تتحول اللي هي السليوشن ده ان هو يبتدي يتحول لفاين ميست كده، ان هي الايه لقطرات صغيرة خالص، تمام؟ اللي هي الايه على شكل سبراي، فبالتالي السيرفس اريا بتاعتها بتبقى كبيرة، فبالتالي مرحلة الايفابوريشن والفولاتيلايزيشن والاتومايزيشن بتبقى أسرع، لأن أنت لما تعرض اللي هي حاجة فاين كده صغيرة خالص لحرارة كتيرة، أو إن هي أيوة الحرارة اللي هي بتاعت الفليم دي، هتبتدي إن هي يحصل لها كل المراحل دي أسرع، غير لما تحط شوية مية كده وسايبهم في الحرارة. طبعا نتيجة السرعة دي فبيخلي العملية كلها ما تاخدش غير إيه ثواني معدودة، تمام؟
بعد كده ان هو في في النيبولايزر ده بيحصل ميكس للريسول اللي هو اللي طالع ده من السامبل، القطرات دي اللي طلعت من السامبل مع الفيول، مع اللي هو الفيول اللي احنا بنستخدمه والاكسيدانت سواء اير او اكسجين، وبعد كده ان هو يبتدي يخلطهم، هنا في ميكسر يبتدي يخلطهم مع بعض، وبعد كده يدخلهم على اساس ان هو يولد الفريم اللي هو بنستخدمه بعد كده. تمام. طيب بعد كده في عندي الجزء الثاني من اللي هي ايه اللي موجود عندي في الاتوم سيل، هو الاتومايزر. النيبولايزر ده بيبقى في اخر الاتومايزر، بعد كده بندخل على الاتومايزر. الاتومايزر هنا ببساطة خالص ان انا السامبل بتدخل مع الفليم يحصل لها اتومايزيشن، تتحول لاتوم، زي المثال اللي قلناه المرة اللي فاتت ان انا عندي اللي هو الصوديوم كلورايد، بيبتدي لما بيحصل له الاتومايزيشن تتحول اللي هي تديني ذرة الصوديوم نفسها. تمام. يبقى الاليمنتس to be analyzed need to be in a atomic state. طيب الاتومايزيشن دي اسمها ايه او بنعرفها بايه؟ قالك is the separation of particles into individual molecules and breaking molecules into atoms. This is done by exposing the analyte to high temperature in a flame or graphite furnace. طيب يبقى انا عندي ان عشان اعمل اوصل ان انت الصوديوم كلورايد ده فيه ذرات وروابط ومعاه كلورايد وهما يعني مرتبطين يعني، فانت ازاي ان انت هتفك الكلام ده كله؟ فقال لك يبقى انت محتاج تمبريتشر عاليه، سواء بان انت تستخدم اللي هي الانواع المختلفه للاتومايزر سواء فليم او اللي هي الجرافيت فيرنس اللي هو الفرن ده، فالنوعين دول او اي مكان يعني احنا باستخدام الاتومايزر عامه، ان انت بتحتاج حراره علشان ان هو تبتدي تفصل الروابط دي وتكسرها وتديني اللي هو الايه الكومبوننتس او الاليمنتس بتاعتي دي على هيئه ايه اتومز. طيب فاحنا كده نختصر اللي هي الرول بتاعت الاتوم سيل، ان هي ايه؟ ان هي اول حاجه بتعمل ايفابوريشن للليكويد سامبل، تاني حاجه بتعمل اللي هي ان السوليد بارتكلز دي بتعمل فابورايزيشن علشان تكون لي اللي هي الفري جازيوس جراوند ستيت فور، وبعد كده ان هي في الفورم ده ان هي بتبقى بقى كده متاحه ان هي تعمل ايه ابزوربشن للراديشن بتاعه الاميتد لايت من الايه من اللي هو جاي من اللمبه، تمام، من اللايت سورس ده، وبعد كده تعمل تكون لي اللي هي ميجرابل سيجنال بروبورشنال تو كونسنتريشن. طيب خلينا نتفق على حاجة كده، ان احنا عندنا المرة اللي فاتت قلنا ان التمبريتشر كانت مهمة جدا في اللي هي في الاتوميك اميشن، علشان حتى كانت كل ما بتزيد او بتقل ان هي بتعمل اكزيتيشن، بتغير في المقدار بتاع اللي هو الايه الاميشن بتاعي، فكانت بتأثر بشكل واضح. لكن المرة دي هي ما بتأثرش، ليه؟ لان انا ما بقفش، يعني انا هنا عندي الاتومايزر دوره بيقف عند ما قبل الاكزايتيشن. مين اللي بيعمل لي الاكزايتيشن؟ اللايت سورس. فاللايت سورس هنا، وده فرق مهم ما بين الاميشن واللي هي الاتوميك اميشن والاتوميك ابزوربشن، ان انا التمبريتشر تاثر معايا جدا في الفاينل ريزلتس بتاعتي في الاتوميك اميشن، لكن في الاتوميك ابزوربشن ما تاثرش، لان انا التمبريتشر مش عامل اساسي ان هو ما بيدخلش في مرحله الاكزايتيشن. لكن مين اللي بيلعب الدور ده المره دي؟ اللايت سورس. اللايت سورس هي اللي مسؤول عن عملية الايه الاكزايتيشن، لكن هنا عندي الاتومايزر بيقف لغاية مرحلة الاتومايزيشن. تمام. طيب هنيجي بقى نتكلم على النوعين اللي هما متوفرين للاتومايزيشن، في يا اما اللي هو الفليم يا اما النون فليم او اللي هو بنسميه الجرافيت فيرنانس اتومايزيشن. طيب تعالوا نشوف اول نوع كده، نشوف بيشتغل ازاي. اول حاجه الفليم اتومايزر ده بيقول ان انت بتحتاج ان انت عشان تعمل الفليم ده ان انت تعمل ميكس ما بين الاكسيدانت جاز والفيول جاز، زي اشهر نوعين ان احنا بنستخدمهم هنا في الاتوميك ابزوربشن اللي هو الاير اسيتايلين فليم او النيتروس اوكسايد اسيتايلين فليم. تمام. بعد كده الفليم اتومايزر ده بنعتبر من اللي هي الايه العيوب بتاعته، لان احنا مقارنه بعد كده هنيجي نتكلم على الجرافيت فيرنس ان هي بيستخدم للليكويد بس،
او اللي هي الديزولفد سامبل بس. ليه؟ لان انت لو رجعت معايا السلايد اللي فات في اللي هي في بتاعه النيبولايزر، ان هو بيسحب بكابيلر تيوب، فانت ما يعقلش ان انت هتحط لي مثلا ماده سوليد وهتسحبها لي بالكابيلر تيوب. معروف الكابيلر تيوب دي علشان الحاجات اللي هي الايه الفيري فاين اللي هي الليكويد، حاجه كده بتتسحب سحب يعني، فلا هتنفع لحاجه ان هي سسبنشن ولا هتنفع لحاجه ان هي مثلا سوليد او الكلام ده كله. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ان انا الفليم تمبريتشر از امبورتانت بيكوز ات انفلوينس ذا ديستريبيوشن اوف اتومز، ات كان بي مانيبيوليتد باي اوكسيدنت اند فيور ريشيو. يبقى انا عندي احنا قلنا على العين وعلى الراس التمبريتشر، والله احنا عارفين ان هي مهمه علشان هتاثر بس في العمليه بتاعه الديستريبيوشن بتاعه الاتومز، ان هي هتشوف الكمية اللي هيحصل لها الاتوميزيشن دي قد ايه، فهتفرق معايا في من جهة بس الايه الاتوميزيشن، لكن مش هتأثر عليا من جهة اللي هو الايه من جهة الكمية اللي هي هتمتصها الاتوم، اللي هي عشان حصل لها الايه الاكزيتيشن، فهي مش هتأثر على عملية الابزوربانس ده اللي هو هتعملها الاتوم، لكن هتأثر على عملية الاتوميزيشن نفسها. تمام. وهنا في فرق ما بين ان هي تأثر على ان هي تعمل اتومايزيشن وان هي تأثر في كمية الابزوربانس اللي هي هتحصل للايه للاتوم. طب الديس ادفانتج احنا قلنا منها ان انا عندي اللي هي تقريبا من 5-15% من اللي هي النيبولايزد سامبل هي بس اللي بتوصل للفليم، يبقى كمية صغيرة هي اللي بتوصل للفليم. بعد كده ان هي بتحتاج كمية صغيرة برضو علشان ان هي تقدر تقرأ، يعني قصدي كمية كبيرة علشان تقدر تقرأ، ان هي مثلا من نص الواحد ملي هو علشان يقدر يدي قرايات. بعد كده ان انا الفيسكاس سامبل ما اقدرش ان انا استخدمها وبتبقى محتاجة دايليوشن، وطبعا السوليد والسالري مثلا او الكلام ده كله، كل ده ما بايه ما بينفعش. تمام. طيب نيجي نكمل بقى على النوع التاني من الاتومايزر اللي هو الجرافيت فيرنس. الجرافيت فيرنس ان هو بنستخدم جرافيت كوتد فيرنس علشان يعمل فابورايزيشن للسامبل. تمام. هنا بقى السامبل بيحصل لها ديبوزيشن على سمول جرافيت كوتد تيوب، هي اللي هي بنمثلها هنا دي. تمام. وبعد كده ان هي بتقدر تتسخن خالص علشان تعمل عملية الفابورايزيشن والاتومايزيشن للايه للانالت. الجرافيت تيوب دي ان هي بتتسخن بقى مش باستخدام الفليم او الكلام ده، لا بهاي كارنت باور سبلاي، يعني انت اعتبره ان هو فرن عندي فبنستخدم عادي الكهرباء فيه. تمام. طيب هو كويس خالص ان هو في الادفانتج بتاعته ان هو اكسبت سوليوشن، انت معاك عادي سوليوشن حلو بمشي سلرز اللي هي السلرز اللي هي العجينه او الحاجه السسبنشن دي تمشي، السوليد سامبل اوكي معايا. تمام. طيب وكمان ان هي very small absolute quantities of sample can be directly accepted، انت اصغر كمية معاك انت تقدر عادي جدا ان انت تعمل لها الديترمينيشن. طب الديسادفانتج بتاعه ايه؟ ان هو difficult operation، انت ان انت تجيب فرن والكلام ده وتوصله وان هي عايزة high energy دي من الكهرباء والكلام ده كله، دي هي اللي بتدي الصعوبة. كمان الهاي انرجي دي ليها مشكلة تاني، ان انت لو عندك السامبل سنسيتيف للحرارة للانرجي دي اللي هي موجودة ممكن نفسها هي يحصل لها اكزيتيشن، يعني انا مش مطلوب من الفرن او من هنا ان هو يدخل معايا في عملية الاكزيتيشن، لكن لو المادة سنسيتيف ان هي بتحصل لها اكزيتيشن سريع او الكلام ده كله، فمع درجة الحرارة المرتفعة مع الهاي انرجي اللي هي نتيجة الهاي انرجي اللي داخلاله دي، فممكن يحصل لها اكزيتيشن، يبقى انت بوظت الدنيا، فبالتالي هي بيبقى برسيجن بتبقى اقل، لان انا المفروض العملية الاكزيتيشن قلنا مسؤول منها مين؟ اللايت سورس. فده اللي هو الايه الديس ادفانتج بتاعها. طيب نكمل مع بعض على اللي هو المونوكروميترز. المونوكروميترز ما يفرقش كتير عن اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت في الاتوميك ابزوربشن، ان اللي بيحصل عندي ان هو ايه ان ال very important part هو طبعا مهم جدا في الاتوميك ابزوربشن، علشان ان هو بنستخدمه ان هي separate out all of the thousand lines، انت عندك ملايين او الاف من اللي هي الايه الخطوط الويفلينس المختلفة، فهو بيقدر يفصل هالي على اساس ان هو يعمل selection للspecific specific wavelengths اللي هو الخاص بالمادة بتاعتي، وبعد كده يعمل neglection
ريدكشن او ان هو اكسكلود الاذر ويف لينسز اللي هي بتبقى مخلوطه عندي. طبعا اللي هي عمليه السليكشن للسبيسيفيك لايت دي بتسمح بالديترمينيشن بتاعه السليكتد اليمنت اللي هو انا عايز اعمل له الديترمينيشن، تمام. فده طبعا بيكون مهم جدا بالنسبه للمونوكروميتور علشان يعمل ان ابقى متاكده ان الويف لينس اللي داخل ده في الاخر او الابزوربانس اللي طالع ده اللي داخل على الديتكتور والنتيجه اللي طالعه لي دي هي بتاعه الماده اللي انا عايز اعمل لها الديترمينيشن، مفيش اي انترفيرنس من اي ماده تانية، تمام. بعد كده عندي اللي هو الديتكتور والريد اوت ديفايس. ان انا عندي اللي هي اللايت ده اللي هو حصل له سيليكشن بالمونوكروميتور زي ما قلنا ان هو خلاص بيدخل على الديتكتور، وبعد كده اللي هو بيبقى موجود فيه فوتو ملتبلاير تيوب اللي وظيفتها ان هي فالدور بتاع الفوتو ملتبلاير بالاضافه ان هو طبعا بيجمع اللي هي السيجنال اللي جايه له دي ويعمل لها ملتبليكيشن عشان تبقى اكتر صوره واضحه، فهو كمان بيحول اللي هي اللايت سيجنال دي لالكتريكال سيجنال بتبقى بروبورشنال تو اللايت انتنسيتي. يبقى انت عندك بتحول اللايت الضوء اللي جاي لك ده لالكتريكال، ان انت بتحولها لحاجه سيجنال كده بيرسمها لك بتبقى بشكل واضح بيتناسب مع اللايت انتنسيتي، وبالتالي القراءة اللي هي بتطلع لي دي بتاعت الابزوربانس هي اللي انا بقدر اعمل بيها الكاليبريشن كيرف. اخر حاجة هنا هنعمل كومباريزون بسيطة كده ما بين الفليم اميشن سبكتروسكوبي. الفليم هو الاتوميك، بس احنا بنتكلم على الجزء بتاع الفليم بتاعه فبنسميه فليم اميشن سبكتروسكوبي او اتوميك اميشن سبكتروسكوبي، يعني FES او AES هي واحد يعني، والاتوميك ابزوربشن سبكتروسكوبي. اول حاجه هنا بيقول لي ان الاماونت اوف لايت اميتد باي اكسايتد اتوم، لكن هنا الاماونت اوف لايت ابزوربد باي اللي هي الجراوند ستيت اتوم از ميجرد. يبقى انا عندي هنا ده اللايت الاميتد هو اللي انا بقيسه، هنا ده اللايت ابزوربد، بس هنا الاتوم بتاعتي الفرق ان هي كمان بتكون هنا في الحاله بتاعتها الاكسايتد، هنا بتكون في الجراوند ستيت، تمام. طيب يعني هنا 2 في 1، يعني ان هي اللايت الاميتد بتاعت الاكسايتد اتوم وهنا اللايت ابزوربت بتاعت الجراوند ستيت. تاني حاجة ان انا عندي الابزوربشن انتنسيتي اند سيجنال ريسبونس جريتلي انفلونسد باي تمبريتشر فاريشن، لسه متكلمين عليها حالا. قلنا ان هي في الفليم او في الاتوميك اميشن ان انا التمبريتشر بتاثر معايا جدا في القصه، لان هي اللي بتعمل المرحله بتاعه الاكسايتيشن فبتفرق معايا جامد. لكن في الاتوميك ابزوربشن ان انا الابزوربشن انتنسيتي والسيجنال ريسبونس لا مش بيعتمد على التمبريتشر، تمام. القصه دي بتدخلني في حاجه تاني ان بيقول لي لذلك ان انا عند بيرز لو از نوت اوبيد، ان هي مش دايما بتتبع اللي هي بيرز لو، يعني مش دايما كل النقط اللي طالعه عندي بتاعه الابزوربنس بتاعه الاميشن دي ان هي على خط مستقيم بيحصل فاريشن، لان التمبريتشر بتاثر عليا جامد فبتعمل فرق. لكن هنا البيرز لو از ايه اوبيد، لا دي فعلا بتلاقي ان كل القرايات عندك بتاعه الكاليبريشن كيرف هي على خط مستقيم وبتنفع تقريبا في كل الحالات، لكن في الفليم اميشن مش شرط ان هي ينفع ان احنا نطبق اللي هي الايه البيرز لو. طيب بعد كده عندي الانتنسيتي اوف الاميتد راديشن از دايركتلي بروبورشنال تو ذا نمبر اوف اتومز ان اكسايتد ستيت. الانتنسيتي بتاعت الاميتد راديشن دي بتعتمد على العدد بتاعت اللي هي الاكسايتد ستيت، لكن هنا عندي على الابزوربد راديشن هي اللي دايركتلي بروبورشنال، لكن هنا الانتنسيتي بتعتمد على الاتومز اللي هي في الجراوند ستيت، تمام. طيب بعد كده عندي في اللي هي الريليشن بتوين الاميشن انتنسيتي هنا فيرسس الكونسنتريشن، ده قلنا ان هي مش لازم تبقى لينير، بجانب ان انا عندي هنا الابزوربشن انتنسيتي فيرسس الكونسنتريشن هي اللي بتكون دايما غالب اللينير، تمام. بعد كده هنا عندي الاتومايزيشن والاكسايتيشن باستخدام اللي هي الفليم، او بيبقى الفليم هو المسؤول عن عمليه الاكسايتيشن والاتومايزيشن والايفابوريشن والفولاتيلايزيشن كمان،
لكن هنا عندي الفليم هو مسؤول عن الاتومايزيشن بس، ما بيعملش اكزايتيشن. ودي هنا ممكن نقطة نزودها، ان انا عندي الاكزايتيشن اللي مسؤول عنها هنا الفليم، لكن الاكزايتيشن المسؤول عنها هنا اللي هي في الاتوميك ابزوربشن اللي هي الهولو كاثود لامب. طيب عندي الانتنسيتي فيرسس الكونسنتريشن داتا، ده هنا الاوبتيند، هنا الابزوربنس فيرسس الكونسنتريشن داتا هو اللي بنحصل عليه. بعد كده ده بيكون مختص اكتر بالالكالي والالكالاي ايرث ميتالز، لكن علشان ان هي بسهل يحصل لها اكزايتيشن، لكن هنا مهم خالص او مفيد لاكتر من 70 ميتالز، علشان ان هو بيستخدم الكاثود لامب دي الهولو كاثود لامب، فبتقدر تعمل اكزايتيشن لاي ماده عندي. تمام. طيب احنا خلصنا، وانا بشكركم جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا من المحاضرتين اللي احنا اديناهم، وانا خففت فيهم قدر الامكان، واديت الحاجات المهمة قوي، يعني الحاجات اللي تفيدكم بعد كده. فربنا يوفقكم ان شاء الله، وباذن الله يكون كده حاجة مفيدة ليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.